Làm... đây hey. السلام أهلا وسهلا بكم مرحبا بجميع تلاميذ السنوات الثالثة اقتصاد التصرف معكم كما العادة الأستاذ محمد الجيزي في لايف جديد يخص مادة التصرف اليوم إن شاء الله باش نشوفو بارتي فونكسيون كوميرسيال مانيش نبدا معاكم بحاجات صعيبة من اللول باش نحاولو نشوفو كالكو زاكتيفيتي دو باش نشوفو مع بعضنا إن شاء الله اليوم. Trua, عشان نحاول نفسر عمكم ماذا بيا بطبيعة الحال اللي ما يفهم شي حاجة ينجم يتفاعل معايا في التعليق مرحبا بالناس الكل اللي حاضرين في اللايف دونك بدا دقائق ونبدأ مع بعضنا في المراجعه إن شاء الله بقدرة الله باش يكون فما لايف آخر في, في الشابيتر هذا دونك باش نشوفو مع بعضنا اليوم كل بارتي في الفونكسيون كوميرسيال باش يكون فما لايف ثاني بإذن الله في الأيام المقبلة على الفونكسيون كوميرسيال زادا وإن شاء الله نختموها دوار دو كونترول نمرو دو أتخي بيانتو هذا إن شاء الله البروغرام دو ريفيزيون اللي باش نوفرو في, في الصفحة نعاود للتلاميذ اللي قاعدين يدخلوا توا لللايف ان شاء الله باش يكون فما توا حصه المراجعه هذه فما حصه مراجعه ثانيه في الجيستيون كوميرسيال شوفوا فيها دي زوتر بارتي ان شاء الله باش نختم معاكم في الشابتر هذا بدوار دو كونترول نيميرو 2 مش عارف وقتاش حاسيلو انفورم في ان في في الباج التلاميذ اللي حاضرين معايا في في الصفحه مش بالضرورة معناتها السنوات الثالثة السنوات الثانية ولا بكالوريا أي حاجة معناها تلقاو فيها ديفيكولتي في اللي لايف اللي نعمل فيهم أون جينيرال نجمو تتصلو بيها على الخاص على الصفحة ونفسر لكم بيان سور لي لاكين وبيان لي ديفيكولتي اللي معناها تقيتوهم في اللايف اللي نعمل فيه ولا ولا نتوما قاعدين تريبس ولا دونك استنى دونك كالك مينوت من هنا لتوا ونص براتيكمو ونص خارج وسبعة إن شاء الله ماكسيموم نبداو مع بعضنا كوم خفيف قلنا ونص مساتين وسبعة إن شاء الله يبدا اللايف هدايا ماركيو أصحابكم إذا كان عندكم أصحابكم يقراو معاكم وتعرفوهم يستحقوا معنا ريفيزيون كل مركيو هما فيها بس في التعليق باش يحضر باش يتبع معكم الديريكت دونك مجرد توضيح بالنسبة للتلاميذ اللي حاضرين في في اللايف آه، راهو ديما كين ما باش نبدا في معناتها في اللايف معناتها في سيونس نتاع ريفيزيون كي نبقى ساكت مش معناها الصوت ما معناها جوست انا ساكت خاطر تو تي كلير ليماج معناها واضحه الصوت واضح ديجا نكتب لكم انا اون جينيرال دونك ديو معناتها سوا بعد خمس دقائق ولا بعد عشر دقائق فوالا باه هذوما لي زانيكس الاولاد باش نخدم عليهم ان شاء الله توا باه نبداو مع بعضنا باش نبداو مع بعضنا حصة المراجعة هذيا باه ألو جو في بارتاجي مون إيكخون باه دونك آه عندنا لهنا في في ليكزارسيس دونك شقالي لهنا قالي لونتربريز فوفو أ لي ستاتيستيك دو فونت سويفونت أ لي ستاتيستيك De vente suivante. Euh... Donc, à les éléments de vente, n-3, n-2, n-1, n, il nous a demandé, nous a demandé tout d'abord de déterminer le tableau, calculer le taux d'accroissement ou bien de régression de vente pour chaque année. C'est quoi accroissement ou bien régression L'accroissement, c'est-à-dire l'augmentation du rythme des ventes année en pourcentage on parle d'augmentation en pourcentage en général et euh, et bien sûr pour la régression la régression c'est la diminution ou bien la baisse de vente pour chaque année donc lorsqu'on va parler d'un taux d'accroissement ou bien taux de régression c'est euh, on parle d'un pourcentage n s le, 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 le baisse ou l'augmentation. Je me vous en tant que variation, je me vous en tant que variation, par exemple, l'N-1, ou alors, je vais vous sous forme du pourcentage. Le pourcentage, c'est généralement le taux de croissance. Donc, tu vas calculer le taux de croissance, le taux d'accroissement ou bien le taux de régression. Quatre, troisième question quel est le volume Quel est le volume de vente pour m plus 1, si l'entreprise décide un taux d'accroissement de 20, 20%, taux d'accroissement, il vous a demandé de, de calculer le volume des ventes en m plus 1. Quel est le pourcentage de vente de l'entreprise par rapport au total des ventes? Pourcentage de ventes de l'entreprise par rapport au total des ventes. Il y a la vente de l'année, le la vente de l'année, Total, n

Donc, exercice 1. Je ne sais pas pour n-3. Pour n-3. Plutôt, pour n pour n-3. moins Donc, qu'est-ce qu'il nous a demandé, le prof, euh, à calculer il, a, il nous a demandé de calculer... Euh, la vente de concurrence et la vente de marché. Et on a quand donné la vente de l'entreprise, elle est 10, 10 000 dinars, où le part de marché s'élève à, à 20 bien sûr. Donc, je vais vous formule de la part de marché tout d'abord. Part de marché. Part de marché. Donc, je vais vous la formule de part de marché. La part de marché est égal à la vente ou bien il ne le vente il ne jamais chiffre d'affaires ne vente ou chiffre d'affaires de l'entreprise il le vente chiffre d'affaires de l'entreprise Al vente de marché En vente ou ou bien chiffre d'affaires le vente ou un chiffre d'affaires le marché bien chiffre d'affaires de marché

Donc, société Coca-Cola, ah, nous maintenant une société Coca-Cola, société Pepsi, elle concurrence, concurrente, elle fait le marché. Donc, elle le marché, je femme, une femme Pepsi ou Coca, par exemple, femme Vitalé, une femme, femme... femme Delis. Donc, deux, euh, deux entreprises concurrentes. Donc, tout comme Chikaoulou, le vent total de marché. Donc, le vent total de marché, il est née, tout simplement vente de l'entreprise plus vente de concurrence. C'est-à-dire qu'il y a devant le de marché tous les intervenants sur, sur le marché. Hein? Voilà. la cette formule-là que nous Qu'est-ce qu'on a comme, comme données On, On a le par de marché, c'est-à-dire à combien C'est à 20%. Donc, ici, nous allons mettre un 0.2 directement pour calculer

باش تلقى دونك البارتي هذه لازمك تاخذ توتال اللي هو دي ميل تقسمو سير زيرو دو تي اوبتيان في الفونت هنا 50000 ميل تي اوبتيان في الفونت في الفونت هنا باش نجي نحط 50 مليون في الفونت باش نحط هنا 50 مليون وسامحوني هنا 50 مليون هذاك كونكورونس خاطي دونك في الفونت دو مارشي باش نحطو لهنا له 50 مليون 50 مليون Voilà. Mais nous, je m'en charge facilement, bien sûr, le vent de concurrence. Le vente de concurrence est tout simplement le vente de marché, le vente de l'entreprise. Je vais où je Le vent de concurrence est tout simplement le vente de marché, le vente de l'entreprise. بون بمارشي نحيو منها فونت بمت... دو دونك هذا سامبلومون هذوما لي فورميل يا ده ما فيها بيس كي نعملو انتي فيه ال... فيه لي فورميل بيان باه نجمو نخرجو تو دو باش نعملو مليون باش نحيو منها بيان عشرة ملايين باش

le marché en général, elle occupe 20%, 20% mais les ventes, mais les ventes manœuvrent un tel marché. Alors que la concurrence, elle occupe la part la, la, part la plus importante. Elle y est 40 000. Je me suis interprété bien sûr les résultats obtenus, mais je te tout simplement. La concurrence, elle occupe la part la plus importante dans <applause> دون لو مارشي خاطر هي الوكيب براتيكمون ال 40 مليون هذوما شنو يمثلوا الكونكورونس يمثلوا براتيكمون 80% كان نجي نشوفها اون طون بار دو مارشي اللي هي تفوت بيان سير برشا تفوت باربع مرات براتيكمون البار دو مارشي اوكيبي بار لونتربريز باهي وفي السؤال الاولاني شقال قال؟ قال كومبليتي لو تابلو ومن بعد قال تو ذاك الواسمون وكل حاسيلو باه نمشيو توا للان مون دو كاسكو نا كوم ترافاي في في ال N-2 باه في الان N-2 عندك فون دو لونتربريز فون دو كونكيرونس آه... الور فون دو مارشي كيما قلنا باش نعملو فون دو لونتربريز و فون دو كونكيرونس هنا باش نجمعو عشر مليون ميتين و خمسين بلوس ثلاثين مليون إيكال أربعين و ميتين راهو مجرد توضيح معنتها للتلاميذ حتى اللي قاعدين يدخلو توايكا معانا في اللايف راني اخترت ديكا سامبل دي كاس سامبل حتى اللي مش فاهم معناها لي فورميل مش عارف لي فورميل ما عندوش حتى فكره على الشابيتر ينجم يتبعني شويه لهنا ياخو لي فورميل ينجم يكبتي حاجات ينجم يفهم حاجات من بعد ان شاء الله في اللايف الجاي بدات نبرمجو دي زيكزرسيس معناتها اصعب شويه معناتها في في الخدمه وكل فوالا ب هنا طلعنا الفون دو مارشي اون بو كالكولي بيان سور لا بار دو مارشي البار دو مارشي بيان سور شوف امتي لونتربريز 10 ملايين و250 هنا Euh, la concurrence 30 millions le part de marché de l'entreprise est par moins rapport la part de marché occupée par les concurrents hein? soit le n-3 ou le n-2 je vais interpréter et je vais faire l'interprétation de l'interprétation qui est le mythe en général donc je vais calculer bien sûr la part la part de marché je vais calculer la part de marché donc je vais tout simplement après, 10,250 وميتين وخمسين، بار دو مارشي اللي هي شنيا انا عطيتها لكم الفورميلا نتاع بار دو مارشي هي الفونت دو لونتربريز، باش ناخذ الفونت دو لونتربريز اللي هي 10,250 وميتين وخمسين، باش نقسمها الفونت دو مارشي اللي هي 40,250 وميتين وخمسين، على ربعين وميتين وخمسين فوا صون فوا صون إيجال، دونك هذاك باش نضربو فوا صون إيجال، دونك هذايا البار دو مارشي.

دونك كيما العادة باش عشرة ألف وميتين على خمسين وميتين، عشرة آلاف وميتين على خمسين وميتين، ألف وميتين على خمسين وميتين ايكال عشره ألف وميتين علي خمسين وميتين بكل في مين؟ خاطر هنا نحسبو في في بار، بار لازم تحسب بكل في بورسونتاج، فان فيرجول 20.32% 20.32% فيرجول 32% تو نعملو حتى تو نعملو الولاد حتى انتربريتاسيون واحدا هنا مش مشكل ما يقلقش عادي باه توا باش نشوفو الفونت دو لونتربريز في الاي عطاني هو الفونت دو كونكورونس وعطاني ل... الـ... عطاني لهنا الـ... بيان سور ال... الباغ البار دو مارشي بيان سور باه توا احنا وين توا احنا مشينا مشينا بيان سور لل... للان مشينا دونك احنا تويكا

Elle est apparemment inconnue, donc nous allons faire des nouvelles. Pour N, je vais faire petit peu de la date. Et bien, nous allons faire un ben chantier de donné part de marché, qui est 0,25. 0,25, qui est la part de marché. 0,25 égale. Donc, 0,25 égale. Donc, euh, qui a la part de marché et, de la, vente, euh, égale, vente de et de la vente de l'entreprise et elle vend de l'entreprise sur tout simplement la vente de marché. La vente de marché, on a une, euh, la vente de l'entreprise sur la vente la vente de marché, mais <coughs> en principe.

بلس خمسين مليون، دونك هذايا باش يولي مات، كالكول ماتيماتيك، باش نرجع لهنا على ليني باش نعمل زيرو فانتسانك، إتيكال، نعاود نحط الفورميل هاذي، ماتيماتيكمون هاذيا الولاد باش تخرج بطبيعة الحال، ماتيماتيكمون، دونك في بلاصة الفان دو مارشي شنو باش نحط؟ باش نحط هنا الفان دو لونتربريز بلس خمسين مليون، الفان دو لونتربريز.

cette partie liée le vent de l'entreprise plus 50 millions, je suis développé à la school. Je suis développé bien sûr à 0,25. Je vais 0,25 vente entreprise plus 0,25 fois 50 000 plus 0,25 fois 50 000 à la ligne. Donc, باش مش تولي لي ماتيماتيكمون باش نهز 0.25 لهنا باش تولي لي فون دو لونتربريز نختصرو شوي لهنا موان 0.25 فون دو لونتربريز ات ايغال شنو شم... باش تولي لي باش لي 50 مليون في صفر فاصل في صفر فاصل خمسة وعشرين بيان سور دونك باش تولي لي نورمالمون اثناش

اتناش وخمسمية على صفر خمسة وسبعين نحسبوها هذيا باش تجيب الفاصل الولادة ستاش مليون وستمية وستة وستين فاصل ستة 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 تجي الولاد بال بالفاصل اون برانسيب هذيا باش تكون الفون دو فوا احنا تو خرجنا الفون دو كل شيء باش يتحل تو. توا معنتها كل شيء باش يتحل قدامنا فون من دو مارشي نجم نخرجو فاسيلمون باش يكون الصوم نتاع دو مزوز باش يجي نورمالمون 66 مليون ستمية وستة وستين فاصل ستة ستة. ستة وستين مليون و فاصل ستة 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 الاولاد ردوا بالكم منها الفازه هذه لهناش عندي نعاود نعود, نعود شويه الفازه هذيه للي ما فهمش ولا حاجه دونك عملنا احنا لهنا نعاود نذكر القاعده هذه

هذا شنو شنو يتسمى هذا ديفلوبمون اون ا ديفلوبي فون 0.25 بلس 50000 فوا 0.25 ايغال فون دو لونتربريز بعد 0.25 الغاديكا وتخرج الفون دو لونتربريز على روحك فوالا هو الترافاي بالنسبه لل للتابلو هذا بالنسبه للسؤال الاولاني هذا بالنسبه للسؤال الاول الترافاي نتاع التابلو دونك هذاك بريمير كيسيون Passons maintenant à la deuxième question. Passons maintenant à la deuxième question. Deuxième question, calculer le taux d'accroissement, ou bien le taux de régression de vente pour chaque année. Taux de, ré... taux de régression de vente pour chaque année. Tout simplement, باش نحسبو ال N-2 كيش تحسب أنت تو دا كرواسمو بيان سور باش تحسب بين N-2 وال N-3 ونفس الترافاي بين N-1 و N دونك هنا باش نحسبو تو دا اللي هو تو دا كرواسونس باه هنا شنو نستنتجو فما اكرواسمو هنا نورمالمون قالك هو كالكولي لو تو دا او دو ريغريسيون دو فونت بور شاك اني هنا لي فونت دو لونتربريز زيدو من N-3 لل N-2

Est-ce qu'on va calculer un taux d'accroissement ou de régression? Je Est-ce que je l'accroissement ou la régression de vente pour chaque année? Donc euh, شنو 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 باش تعمل اول حاجه لازمك تقارن لي نتاع الان بالان مون زا 2 والان دونك فونت هنا في الان 2 بارابور 3 pour savoir est-ce qu'on va calculer un taux d'accroissement un taux de régression il faut il faut calculer il faut Il faut savoir tout d'abord, il y a, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une augmentation ou diminution des ventes entre deux années, entre deux années successives, entre deux années successives. باش تعرف روحك انت اسكو باش هي لهنا هذوما لي هي هي تاع الخدمه اون جينيرال باش في روحك تخدم في هي 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 تشوف اسكو البيع البيع ما بيعات هنا ولا بار بار إجزمبل. إجزمبل. أن هنا بالان مون دو زيد ولا هي بار بين اكزومبل نعطيكم ان اكزومبل لهنا On constate tout simplement une augmentation des ventes. Entre N-2 et N-3, on constate une augmentation des ventes. Nous avons 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 tout simplement. des ventes. Nous avons une augmentation des ventes. Nous avons une Et du coup, nous avons une augmentation des Donc, il faut calculer. Donc il faut calculer

كاين نلقاو اون برينسيپ 2.5% 2.5% توا مثلا في الان احنا قداش عندنا قلنا توا في الان مثلا عندي 16 هنا فما اوغمونتاسيون مانيش نحسبها بعد اوغمونتاسيون باش نحسب لكم جيست الاولى والثانيه الاخرين نفس الـ نفس الـ الحكايه دو ميم اون ان باش نقولوا بعد توا باش نقولوا تو دو ريغريسيون اون ان تو دو ريغريسيون اون فا كالكولي لو تو دو ريغريسيون بور Donc, là, pour, pour, n, pour n plus 1, plutôt plus n moins 1, plutôt plus n moins 1, je vais mettre le taux de régression. Ce régression, c'est un principe négatif, la valeur. C'est a même. Tu prends une formule n moins 1 moins n moins 2 sur n moins 2. 10 à la fois 2. Je vais donc faire 10 à la fois إلا عشرة آلاف ومئتين وخمسين قال عشرة آلاف ومئتين إلا عشرة آلاف ومئتين وخمسين على عشرة آلاف ومئتين وخمسين دونك باش تلقاها فوا سون ما عنديش ريزولتا يا الولاد هنا تحسبوها على رواحكم تحطوها هاكا إيكال موا كذا كذا بور سون ليسونسيال هذا باش يكون أقل من الزيرو باش يكون نيجاتيف هذاك علاش قلنا فما أن تو دو ريغريسيون سي تخي تخي c'est très très important taux de croissance taux de régression vous calculez le led de taux de régression خاطر ما عنديش le calcul نتاعها هذيا de même pour n même travail pour n même travail pour n في الان يا الاولاد نفس ال نفس الترافاي ميم ترافاي سبيسيفيك تخدمو بالنسبه لل للان بي شقال تو تروازيام كيسيون باسون مانتنو لا تروازيام كيسيون

عندنا الان فوالا voilà. هنا سهله الاولاد عندك انت الان ولوجو على الان بلس ان في بالي ما عندناش الان الان عندك اللي هي مليون فاصل قال لك هو تو سامبلومون لو في الـ في الان في N يعني تو في بالي فما في ولا حاجه فونت دو en M plus 1 deux points à la ligne. vente de l'entreprise en M plus A égale et là, rabat vente de l'entreprise en M plus A vente de l'entreprise en M plus A est égale vente dans n fois 1,2 و ان فيرجول مناش متكونه الان متكونه من الفونت مناش متكونه كل متكون الفونت في الان بلس, بلس. زيرو دو. بلس فونت ان نحبو احنا عشرين في المية في المبيعات هنا اي وحنا عندنا الفونت في الان هيد معنا الفونت الان هذه نحب نزيد عليها عشرين في في حجم المبيعات يا هنا دونك فوا ان هذا فوا ان فيرجول دو ونحسبوه نحسبوه هذاك فوا ان عشرين مليون حاجة كي. بربي نحاول نحسبها دونك 16. 66 ,000. 66 ,000. هو آه، تلقاو نتوما تسعتاش ألف وتسعميه وتسعة وتسعين غسل تسعميه وتسعة وتسعين تلقاوها معناتها أوتوماتيكمون أون برانسيب أنا تلقاوها فان ماشية ماشية في, في الزون نتاع ألف باش تحط الفونت في الإم بلس plus vente n plus 1 égale euh, égal 20 000. C'est normalement, normalement la troisième question. C'est la troisième question. quatrième question. question. quatrième question. Quel est le, quel est le pourcentage de vente

Donc, par euh, pourcentage de vente de l'entreprise par la vente euh, totale en, par exemple, مثلا, fil, fil N -3, en N -3, par exemple, je vais vous raconter en 1-3, par exemple. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas le faire. Je vais tout simplement le faire, l'entreprise en 1-3. Je vais le faire ici. عملت لك في في ألمان تروا اللي عملتهم <hesitation> عملت توتال مثلا هاتيكم عطيتكم معناتها مثال برا يا هنا، معناها مش نعمل؟ باش نعمل عشرة آلاف، عشرة ونجمع لكم الكل الأخرى عشرة آلاف عشرة آلاف ميتين وخمسين، عشرة آلاف وناخد بيان سور كل شيفر الاخرين ستاشر الف وستمية وستة وستين خاطر يعمل روندي معناها صحيح يعني موش موش غلطة انا تو خدمت في الان موان تروا في الان موان تروا ميم ترافاي نحط لكم ميم ترافاي بور لو ريست دي زاني ميم ترافاي لهنا ميم ترافاي بور لو ريست دي زاني. أنت لي زاني الأخرين اللي مازالو باش فيهم نفس الترافاي ميم ترافاي بور بور لو ريست دي لو ريست دي لو ريست دي هما دونك هم. باش تحطو لهنا باش نحط ام 1 ان و هذه القاعده الاولاد عليها لهنا اون جينيرال هذه هي القاعده انا حسبت في الان موان تروا نجم انت تحسب في الان موان زان تنجم تحسب في الان موان دو أه تحسب زادا في الان باش تقارن معناها حجم مبيعات نتاع لونتربريز في العام هذاك فرابور للمبيعات الكل اللي صارت هنا وتضرب بيان سور في مية وتضرب بيان سور لهنا في مية وتطلع بيان سور ما عنديش انا مالوروزمون ريزولتا فينال تحسبوا على رواحكم بالكالكولاتريس تلقاو قداش يمثل البورسنتاج عشرين ثلاثين أربعين خمسين شتقا بوتيتر في الزون بتاع فان فيرجول حاجة حاسين هو فيريفي مانتها بار بالكالكولاتريس بيان سور هذايا نفس ال نهبطو هذايا نهبطو بالرابعة لهنا السؤال الأخراني باهي

دونك في بيتي تر فماشي في الروبير مانيش فيريفي منو اصون اللي هو صحيح الروبير الحقيقه هذا الروبير نتاعنا هذا الروبير هذا دونك الروبير, الروبير. هنا باش تحطو لي هو قال لك نورمالمون باش تمشي انت من ان بلس ا اه. جيس باش تخدم نورمالمون من ان بلس ان اه ان بلس ان اه. اللي صلح هنا بون ما شئنا انا بيرسونالمون الحقيقه أه سيبا علاش حط ان مون ان مون هو قالك من ان مون زان بلس ان حاسيلو تحط انت شفر دافير ولا ليفونت نتاعك عشرة الاف تحط معناتها اللي باش تتحصل عليهم بيان سور موجود عندنا في في الواحد دونك عندك عشرة الاف وهنا عندك عشرة الاف و عشرة الاف وميتين وخمسين اربعتاش وستاش

ساهل هو الجرافيك هنا باش تحط شيفر دافير نتاع لونتربريز عشرة الاف عشرة الاف وميتين وخمسين هاذوما اللي تحطو من برانسيب وعندك في الان بلس ا هنا عندك في الان بلس ا يلتي ما تهزش ولا راني حطيتها ان بلس ا ليسونسيل باش تحطو هاذوما الكل هاذوكم مبيعات الفونت نتاع لونتربريز وعندك الفون دو في ال في الان في عشرين مليون الفون في الان بلس ا مليون انت تراساج جرافيك جوست باش نعطي عليه دي كومنتير بور بور لا ريكتيفيكاسيون لهنا بور لو بالنسبة للتراساج ما عندكم انتم ماكس دي زابسيس ما وعندكم اكس دي زوداني غلط الجرافيك هذايا يا مالوروزمو هنا يعني باش تحط لي زانين تاعك باش تحط نورمالمون من ان مون زان الان بلس ان هو قالك وتحط جوست لي فالور من ان مون للان بلس ان آه من آه. برانسيب اون غاسبكت لا كونسيني من ان مون يعني تحط عشرة الاف وميتين ستاش وستمية هذيكا وعشرين مليون معناها الاكس دي زابسيس نتاعنا بور لو تراساج عندنا اكس دي زابسيس وعندنا اكس دي زوداني الاكس دي زوداني باش يكون فيه لهنا شيفر دافير باش نحطو فيه بيان سور الشيفر دافير دو ان موان زان الان و الان بلس ان اه. معناتها باش تحط لهنا لي شيفر دافير من الان موان اللي هو عشرة الاف و حد العشرين الف دو عشرة الاف و ميتين ان ميل دو عشرة الاف و ميتين ان ميل

Deuxième exercice. Qu'est-ce qu'on a comme travail? Donc, exercice numéro 2. Donc, pour l'exercice numéro 2, on a un petit tableau et des inconnus. On a chiffre d'affaires, on a chiffre d'affaires de l'entreprise X, chiffre d'affaires de l'entreprise Y ou l'entreprise T. On a trois entreprises. On a le taux d'accroissement. Donc, commençons tout d'abord par calculer les inconnus. Je vais vous donner. Le, les inconnus Donc, est, par exemple, l'entreprise X, taux d'accroissement à 100%, l'entreprise Y, l'accroissement le, taux euh, 20%, ou l'entreprise T, euh, en, euh, bien sûr, euh, l'entreprise T, trois entreprises du même secteur. Les miens a mais B. Chiffre d'affaires de X, Y, Z. Bah. commençons tout d'abord, je vais compléter le tableau Je vais vous euh, bah. à nous d'affaires de l'entreprise, Je vais pas ça. Bah. Donc, a... manque de données vraiment

J'ai déjà fait l'exercice euh, numéro 2. Commençons tout d'abord par calculer le chiffre d'affaires. Entreprise Y. Le chiffre d'affaires de l'entreprise Y est tout simplement est égal. Donc, je n'ai pas 20 000. 20 millions, on va le taux d'accroissement décroissement, de, cro... de... 20%. Le taux d'accroissement est positif. 1,2 égale 4 millions. Donc, 20 millions fois 1,2 égale... 24 مليون هنا شيفر دافير دو لونتربريز إيكغيك 24 مليون طلعناها 24 مليون هنا باهي توا واش بنحسبو تو داكر واسمون نتاع لونتربريز تي تو داكر واسمون نتاع لونتربريز تي شنو اللي يحدد هنا تو عندي 24 مليون باش نجي نحطها هنا في التابلو هذايا نورمالمون اثنين faute de frappe l'énoncé. Comme l'énoncé. en principe. Et derrière, il y a 32 000. faute de frappe. On comme faute. Faute de frappe. Dans l'énoncé. Faute de frappe dans l'énoncé. Entreprise. Donc, chiffre d'affaires. Entreprise. T égale 32 000. non

حسبنا شيفر دافير نتاع لونتربريز إيكغيك، نتوا باش نحسبو تو دكرواسمو، لونتربريز تي. لونتربريز تي هي هو شنو هو التودك الوسمو باش نعملو شيفر دافير نتاع تي لونتربريز تي اللي هو بيان سور هنا باش يكون اثنين وثلاثين مليون

دونك هذاك التو ذكر واسمه هذاك هنا سي لو تو ذكر واسمه بيان سور به دونك هذا سي لو تو ذكر واسمه <applause> بالنسبه للانتربريز تي اش قال تو قال كالكولي لا بار دو مارشي بور شاك انتربريز ها on va calculer la part de marché pour chaque euh, pour chaque entreprise part de marché bien sûr pour chaque entreprise donc nous la part de marché nous bien sûr le chiffre d'affaires dans le marché nous bien sûr le chiffre d'affaires dans le marché donc donc nous donc le, dans l'entreprise هنا فما انفورماسيون كيف كيف على الغالب فيه ان مانك دو موجودين هنا برينسيپ حاجه ناقصه في الـ في الـ فما في, الـ في الخدمه معناتها دونك هذا مع بعضنا انكس 3 مش موجود اصل حتى في الدوار انكس 3 هذا دونك 3 نعملو معاكم دونك انسيرسيون طابلو لا غالب فما دي زيكزرسيس مال بريزونتي وتلقى لي دوني نتاعهم ناقصين هذاك علاش كي نعملوه توا طابلو باه هذا الطابلو نتاعنا اون برينسيپ دونك هنا لي زون ما انا لي زون ما حاله مش مشكل باه هنا عندنا شيفر دافير دو لونتربريز باش نحطو فيه هذوما شي كارتافير دو لونتربريز فيه المبيعات نتاع لونتربريز نعاود نعملها كولي تو ديشي فر دافير دو لونتربريز و نعطيو شيفر دافير نتاع المارشي شيفر دفير نتاع شيفر دافير نتاع شفر شيفر دافير نتاع المرشي شيفر دافير نتاع هنا عندك ميتين مليون هنا عندك وخمسين مليون هنا عندك مليون

بي هذا باش تلقاه ايغال 01 سوا دي بورسون فوكالكولي انتم بيان سور هذوما زوج واحد تلقاوه 9.6%، وهذا باش تلقاه 10.67 وهذا بيان سور زيد سيبريميه ديسوي سيبريميه على ليني اونتيير سي بون هذاي نورمالمون واضح يا ولاد معناتها كوم الفو في في اللايف هذا كيفاش تحسب البار دو مارشي هي شيفر دافير دو لونتربريز على شيفر دافير نتاع المارشي ولا السيكتور هذا نجم نقول لك مارشي ولا سيكتور نجم نقول لك مارشي ولا ان ال... السيكتور بيان سور به دونك هذا الثاني وتوا السؤال الثالث السؤال الثالث قالك لك كل شيفر دافير دو شاك اونتربريز سي لو تو دكرواسمون بور ام بلس et de 30% qui est taux d'accroissement, euh, 30%. Je me demande les tout simplement chiffre d'affaires de chaque entreprise. Je cherche chiffre d'affaires pour chaque entreprise. Je trouve 1,3. Donc, مثلا, chiffre d'affaires de l'entreprise. Chiffre d'affaires de l'entreprise. نأخذ مثلا لونتربريز تي، نجم كنت نجم نأخذ ليكغيك نجم نأخذ الاكس هنا فما دي فراك هذاك مليون راه مش ثلاث مليون باش نبداو متفاهمين، لونتربريز تي، دو أنا مليون، أو ام بلس مليون تضربها نزيد عليها معناتها ترون بورسون إيكال واحد وربعين مليون و ستمية هذايا شيفر دافير نتاع لونتربريز تي في الإن في الإن بلس أن فوالا دونك نعاود نقرا السؤال هنا قال لك كل سورة لشيفر دافير دو شاك لونتربريز نفس الخدمة ميم ترافاي ميم ترافاي نفس الخدمة باش تكون هنا بور إكس إيكغيك بور أونتربريز إكس ي نفس الخدمه يا الولاد مش تخدم في الاكس والي كش تاخذ شي فردا فير نتاعك انت لهنا شتاخذ بيان سير شيفر دافير شيفر دافير نتاعك هنا نتاع لونتربريز قالك دو شاك اونتربريز هو لهنا اون برينسيپ وتضربوا في ان فيغولا 3 فوالا دونك هذا هذا هو بالنسبه لل حساب ندخل طرافاي بالنسبه

c'est un extrait de devoir de contrôle Et dossier 2 on va corriger le dossier 2 là. donc il m'a contrôlé une partie, la partie une partie dans de l'analyse des ventes déjà je un nau

يونيتير وكل والمرة الجاية أهم بارتي لهنا في الكوميرسيال اللي هي بوليتيك دو ديستريبيسيون هذه اللي فيها أكثر ديفيكولتي نشوفوا المرة الجاية إن شاء الله لا بوليتيك دو ديستريبيسيون هذه لو بري بسيكولوجيك كالكول دو بري بسيكولوجيك بون مانيش نعملوا نعملو كالكول اليوم باش ناخذوه ديريكتومون حاضر هاني قلت لكم اليوم اليوم هاكا باش واحد ياخذ فكرة معناها أون جينيرال على الخدمة كيفاش يشوف كيفاش راه سهلة صعيبة متوسطة والمرة الجاية إن شاء الله نحاولوا ناخذوا ديكا آه انتريسون فوالا ب آه ان شاء الله يكونوا كيف كيف عاجبينكم لي زيكزرسيس دو ريفيزيون اللي قاعدين تحضروا فيهم معايا تويكا واي سؤال ما تتردوش سواء ان كومونتير ولا اون بريفي على على الباج ما نوصيكم شيلولات مركيوا اصحابكم سورتو اللي تعرفوهم يحبوا معناتها يعملو لوجو في في ريفيزيون اون جينيرال ب ركزوا شويه في الكاغ هذه مهمه على الاخر دونك بور اميليري لا سيتوياسيون Pour améliorer la situation euh, situation de l'entreprise, euh, Prestige décide d'élargir la gamme de ses produits. Pour ce faire, elle a décidé de lancer sur un marché un nouveau produit cartable en cuir. Avant de lancer son nouveau produit, Monsieur Mohamed s'interroge sur les composants du coût de son nouveau produit afin de déterminer son prix de vente qui lui procure une marge bénéficiaire sécurisante pour le futur de son entreprise. Pour cela, il vous communique les informations suivantes. Ben donc, le produit MTAO, il a lancé un cartable, un cartable en cuir. Bien sûr, il y a des charges. Charge par cartable. qui je vous le dit, charge globale annuelle. Charge par cartable. Comme le cuir, ou la fourniture de verre, ou l'autre charge, ou le manœuvre. Ce sont les charges de consommation. je vous ce sont les charges de, de quoi

حتى لي نونسي ساعات نزيد نفسرو باش هكاك يولي أسهل ليكم انتوما سو لي شارج so مش خاطر بصفة عامة راه مش فايدة نخدم اكزارسيس ونبه لا لازمك تعرف لازم تكون فاهم البرانسيب نتاع الاكزارسيس نتاعك اللي تخدم فيه سون لي شارج فاريابل هاذوما سو سون لي شارج فاريابل كوير فورنيتور ديفير مندوفر تشارج اكسيتيرا شارج جلوبال انويل شنو هما لي شارج جلوبال انويل

بالامورتيسمون لامورتيسمون تاع البيان اون جينيرال لوي هو اللي كرا سي خلص مك في 12 مليون كري نورمالمون لهنا ولا سيرونس واحد كيما نقولوا معناتها يتمنى على الصحه نتاعو باش يعمل باغ اكزومبل باش يعمل اسيرونس في ولا باش يعمل اسيرونس ريسبونسابيليتي ليميتي سافوار شنو هي تيب د اسيرونس معناتها باش يعملها اون جينيرال هذوما سون دي شارج غلوبال انويل هذوما سون دي شارج فيكس

une gamme de produits pourquoi est caractériser une gamme de produits impossible تقرا راهو كوميرسيال وما يسبكش السؤال هذايا سورتو في الفازات هنا نتاع الكوفيكس و نتاع الكوفاريابل بربي هذايا قايدو عندكم السؤال هذايا غارونتي من عندي انا مشيت نسال لكم هذايا في الدوار باركوا برقوة... آه. ها هاني لونته باش ما نخشم فيه باركوا انو غام دو برودوي غام دو برودويش معناها غام دو برودوي gam de وقت اللي انت باش لانسي باش لانسي برود اون برودوي سور لو مارشي اللي هو شنو هو هنا اللي هو الكارتاب الانكويغ كارتاب الانكويغ أه... جام دي برودوي عباره tu vas lancer un lot de produits un lot de produits معناتها كيما نقولوا كونتيتي باش تحط كونتيتي في السوق والكونتيتي هذيك تنجم تخرج لك فاسيلمون اذا كان انت باش تعرف فيش تعمل تعرف كيش تعمل الللللل... la distribution du le produit sur le marché, la sponsorisation, la sponsoring la produit la publicité la tu la 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 communique bien les affiches ou produit bien sûr, je tu par exemple, donc une je de produits se caractérise par deux éléments, ben, se caractérise par sa largeur et sa profondeur. Donc je cours les nains une gamme de produits ou elle veut une gamme des produits. Une gamme de produits se caractérise. Une gamme de produits se caractérise par ça. Par ça. Deux points à la ligne. Je cours la Largeur. البروفون دو واش نفسر لكم لارجور اش معناه لارجور اش معناه بروفون دو لارجور كي نقولو اينو جام اينو جام دي برودوي لارج اش معناتها اينو جام دي برودوي لارج اخي سامحني أه. نعطيك انا م، مي... نعطيك انا مثال نعطيك انا لهنا مثال اون أه. جينيرال أه. كيما واحد باش يدخل ياكل في في ريستوران مثلا كيما واحد يدخل ريستوران مثلا يلقى فيه مثلا ثلاثة أنواع ولا أربع أنواع تاع حوت بار إكزومبل يلقى فيه مثلا زوز أنواع ولا ثلاثة أنواع متاع سلايت يلقى فيه مثلا ثلاثة ولا اربع أنواع تاع مقارن معناه معناه يلقى بلوس دو فاريتي في لي شوا معناتها متاعو أون جينيرال كيما حتى احنا في الكوتيديان اون جينيرال نشوفوها الحاجة هذه. يقولك هذي يقول لك مثلا المطعم هذايا ما عندوش شوا في الماكلة فما كان حاجات معناها بيكس Uh, تمشي انت مثلا البازار نتاع حوايج تجي تشوف يقول لك يقول لك صاحبي راه عندنا بار اكزومبل كان تاي تاي هذي عندنا كان في البلو عندنا كان في كذا بار كونتر تمشي مثلا للحانوت الاخر يقول لك عندنا كان لي شوا عندنا في البلو عندنا في النوار عندنا في كذا هاو الاكسل هاو الام هاو درا شنو معناتها هنا بلوس بلوس دو فاريتي معناتها كي نقولوا بروفوندور بروفوندور دي برودوي لهنا نحكيو على ان نومبر دو برودوي ديفيرون un nombre de produits différents. نمبر دي برودوي ديفيرون اش معناتها دي برودوي ديفيرون دي برودوي ديفيرون انت كان تحبش باغ في البيج شوفوا في النوار تحبش في النوار نشوفولك في البلو سيال اكسيتيرا كل حد وشنيا لي شوا نتاعك نقولوا نمبر دي برودوي ديفيرون معناها بلوس دو فاريتي هذه سي تان مو تكنيك حلوه برشا Vous là, comme on nous avons réponse. Plus de variété des produits. Plus de variété des produits. Plus de variété des produits. C'est le déterminant. C'est, bien sûr, le déterminant. Et bien sûr, le déterminant. Plus de variété des produits. Mais la profondeur On a par ça largeur ou profondeur On a dit que comme c'est largeur, C'est-à-dire, je le nombre. C'est-à-dire, c'est largeur. Profondeur, quelque chose complètement. Profondeur, chose d'autre complètement. Largeur, c'est le nombre de produits différents, plus de variété de produits. Ils me font plus varier les produits. Ils me font faire une différenciation, une différenciation au niveau des produits, bien sûr. Profondeur, ce n'est pas profondeur. Ce tout simplement au nombre de produits. Et Je vois le besoin en général. Voilà. Donc nombre de produits. Nombre de produits. Répondant à des besoins similaires. Répondant à des besoins. Similaires. Manette similaire. Similaire. veut dire Les mêmes besoins. Neuf le besoin. Je m'en ai. أنتي، بار تحب تحب تاخو حاجه تشربها بار من المغازان اكزومبل هنا اكزومبل بار نقولوا لهنا انت شربت مثلا كوكا كولا رغم اللي احنا مقاطعين البريود هذيا شربت انت كوكا كولا صاحبك خذا بار اكزومبل بوتي بوتي خذا صاحبك بار اكزومبل بوتي دو جو دابوسه نتاع جو تخديت كوكا كولا صاحبك خذا باغ اكزومبل بوتي دو جو تنجم تقول تحط جو معناتها هكا يربوندر ا دي بوزوا سيميلير بوزوا اش معناتها بوزوا نو اون طون كو كونسوماتور اون ا دي بوزوا عندنا كيما نقولو احتياجات حياتيه معناتها اون جينيرال اللي هي شنيا كيما الماء واحد يحب يشرب حاجه خذا غازوزه الاخر خذا جو انت وكل ولا... حد وشنيا معناتها لي بريفيرونس نتاعو فوالا باه هذا بل ال... سي بالنسبه للبريمير كيستيون واضح خدا وقته باه اش قال تو خويا لهنا قال لك كليل لي لوبجيكتيف لو شيرشي بار بريستيج اون اون يلارجي سون لا غام دو سي دو سي برودوي باه علاش بريستيج علاش بريستيج تلوج باش تكبر في ال... في ال... معناتها في ال...

في في المارشي نتاعها دخلت الكرتاب الانكوير اش معناها معناتها الكوميرسياليست تاويكا لساكاما ما، هنا اش باش نقولو تو سامبلومون باش نقولو اول حاجه هو اش قالك لوبجيكتيف باش تلوج هي باش تحب تكبر في لي برودوي نتاعها هي كيفاش كانت تبيع، تبيع في الساكاما ساكاما ومن بعد شو وليت اون زادت كبرت هنا في في لي برودوي نتاعها في المبيعات نتاعها باش بال

لوبجيكتيف برينسيبال هو أن تقوي في لي مارج دو مارك نجم نقولوا زاد ال شيرش ا على شنو كي هي باش هذا شنو مثلا نعطي لكم l'éducation. Quel a un domaine On a un domaine de taille. On a un par exemple. On a besoin d'un par exemple, des élèves. On a besoin de tout simplement. On a besoin de faire, par exemple, de la publicité, la page etc. Pour attirer plus d'élèves. On a un produit sur le marché. On cherche à attirer la clientèle. L'objectif principal, c'est d'améliorer son image de marque. Son image de marque. Améliorer.

تسمع بها انتم حتى يقول لك واحد سمعته طيبه معناتها اون جينيرال الشركه هذه مشكوره خديت من عندها دي تبارك الله معناتها قماش و وكاليتي و... طياره و... ومعقول وكل شوف انت الريبيتاسيون او دو قداش عندهم دور هنا باش نقولوا اتيري دو دو اتيري هذا هو Ah, ici, on a dit que le est euh, je suis dit que déjà, comme, comme il faut, les questions de réflexion, on a dit, on a fait un Ben, il nous a demandé de calculer le coût de revient unitaire, sachant que l'entreprise désire produire et vendre 3000 cartables durant l'année 2019, en déduire le coût de revient global. Ben, que le coût de revient, nous en général, بالنسبه نكبروا شويه في الخط باش هكاك الناس الكل تشوف الكتابه تكون بيان كلير نحاول ديما نحاول ديما في التفسيرات نتاعي نوصل للمعلومه باسهل طريقه ممكنه ونعطي بلوس دي, دي, دي زيكزامبل كيما قاعدين تشوفوا الريبونس نتاعي تو بار اكزامبل في الفازه نتاع البروفوندور هنا قال لك هو ديجا De répondre, répondre à des besoins similaires. ديز دي برودوي ريبوند ريبوندون ا دي بيزو سيميلير عطيتكم دي زيكزامبل ماذا بيك ديما تحاول تفهم لو ماكسيموم لانفورماسيون مش تحفظ وتتعدى لا وراه مش الاجابه نتاعي ماهيش استغفر الله العظيم معناتها يا ربي قران ولا الاجابه نتاع بروفك راه تنجم تعطي حتى دي زيكزامبل اخرين من عندك من عندك انت من لا في كوتيديان معناتها اون جينيرال تكون فاهم مليح لي زانفورماسيون ب توا باش نحاولوا نطلعوا احنا الكود ريفيان قال هو الكود ريفيان انيتيرو جلوبال نحطو أول حاجة أحنا الفورميلا متاع الكود ريفيان، الكود ريفيان هو إيكال كو فاريابل بلوس كو فيكس، هذا في الكو بارسيال وفي الكوميرسيال خاطر في البرودكسيون الكود ريفيان هو الكود برودكسيون الكو دي كونتيتي فوندو بلوس شارج انديريكت دو ديستريبيسيون، نخدمو بيه كيما في uh. الكوميرسيال بالضبط يا الولاد، الكود ريفيان نخدمو بيه كيما في في الكوميرسيال. كيما في الكوميرسيال بالضبط هذه فورمي. الفورمي نحسبوا احنا توا الكود ريفيان يونيتير باش ناخذ انا توا البارتي فاريابل ومن بعد باش ناخذ البارتي فيكس هذه هي الاولاد البارتي فاريابل هذوما لي بارتي اللي كسي لا بارتي فاريابل قالك كبير 0.5 متر كاري 60 دينار لو متر معناتها نعمل 0.5 نضربها في في, ستي. في ستي. 60 0.5 نضربها في 60 اش بيرجع بيا لهنا هذا 0.5 نضربوها في 60 0,5 fois 60 plus 0,5 fois 60. Et on a 5 dinars pour la fourniture des verres. On a 5 dinars pour la fourniture des verres. On a 2 heures pour la main à 4 dinars l'heure. On plus 5 plus 2 fois 4. Plus 5 plus 2 fois 4. 2 fois 4 est 2 fois 4 main-d'œuvre. ساعتين قالك تير خدمنا ساعتين هنا خدمنا دوزر هاكا دينار لو ساعة بربعة الاف و اوتر شارج فاريابل دو برودكسيون سبعة الاف انا ديجا قسمت لكم الولاد لي بلوس سبعة الاف بلوس سبعة الاف ونعمل نعمل الكو فاريابل هاذيا سي جوست فاريابل هاذيا سي لا باغتي فاريابل نمشي نلونها ان كولور باش تكون هكاكا متطابقة هذاك الكوفر يا تو باش نحسب انا بيان سور الكو نتاعي لازم يكون انيتير كيما في في الدوني الكو عطاهولي هو جلوبال حق الكو هو عطاهولي لهنا جلوبال دونك انا باش نخدم الكو الكوفيكس الكو انيتير لازم نقسم على الكونتيتي لازم نقسم لهنا بيان على الكونتيتي دونك الكونتيتي نتاعنا قداش قداش فما من كارتابل باش يهبطها للمارشي تويك دونك قال لك هنا ديسير برودوير اي فوندر 3000 كارتابل 3000 كارتابل عندي 3000 باش نحسب انا التوتال نتاع الشارج فيكس اللي هما 15 و12 و3000 نعاود هنا باش نحسب التوتال نتاع اللي هما 15 و12000 و3000 معناتها يجيونا ذوما 15 و 12 27 3000 مسيرش تنحطهم خمستاش و وثلاثة و 13 خمستاش و وثلاثة و 13 الاف هذا الكل لتو سير ميل خاطر حاشتي بها وهذه هني مش نلونها بلون اخر كالعادة مع شارج فيكس ثلاثة الاف بالنسبة للفاريابل ما عنديش انا الحق عندي توتال نتاعهم الكل اون برينسيب هنا ما عنديش الفاريابل وحده والفيكس وحده تحاسبوهم الاولاد نتوما هذوما الكل باش تلقاو الكود رفيان يونيتير ايغال نورمالمون تلقاوه ايغال 60 دينار تلقاو الكود رفيان يونيتير هنا 60 نكتبها هنا اون برال نورمال بالنوار ايغال 60 نكو هذايا باش ايغال 60 60 دينار تحطوا لي يونيتي بيان سي

كالسورا لو بري دو فونت بور كولونتربريز ني رياليز ني بيرت ني بروفي اش معناها الكلام هذا قالك اخويا لهنا شنو هو السوم اللي نبيع بيه لهنا لنحقق لا خساره ولا ربح بوسيبلومون احنا كومون ديتيرمين لو فورمول دو ريزولتا بيان دو مارش ريزولتا احنا نعرفو ريزولتا ريزولتا هو ايغال بري دو فونت نحيو منو شيفر دافير يونيتير شيفر دافير يونيتير uh, uh, شيفر دافير كي نقولو شيفر دافير معناتها نقصدو بيه البري دو فونت راه او ديريكتومون بري دو فونت او ديريكتومون دو فونت سامحوني هنا شيفر دافير نحيو منو الكو دو روفيان بلوتو شيفر دافير الولاد هنا نحيو منو الكو دو قالك أنا هو البري دو فونت اللي باش نبيعو بي من خلاله الريزلتا باش يكون نو هو تو سامبلومون لهنا باش تحط انتي زيرو في الريزولتا يعني اش معناه معناه ايغال شيفر دافير معناه لهنا اش باش يكون بار اكزومبل شيفر دافير عشرة كود ريفيا عشرة باش يكون ايغال زيرو اش معناه دونك شيفر دافير هنا شيفر دافير ايغال كود ريفيا ايغال كود ريفيا الور شيفر دافير مو كود ريفيا باش يكون ايغال زيرو معناتها ايغال هذا باش يكون باش يكون ظاهر قداش باش يكون ايغال 60 60 مو 60 Alors, شيفر دافي ايغال 60 شو قعد نفسه شيفر دافي اش قال لك هو هون. هون شيفر دافير قد الكود قد شيفر دافير قد الكود ريفيان قال لك يا خويا كل سوره البري فونت بور ني لا ربح لا خساره هنا ريزولتا يكون نول Il yani, un chiffre d'affaires qui est égal à coût de revient. Voilà. Mais, nous avons que l'entreprise question suivante. que sachant que l'entreprise espère réaliser une marge bénéficiaire de 25% par rapport au coût de revient déterminer la marge bénéficiaire unitaire l'entreprise nous l'aide mais d'abord bien sûr marge la 25% par rapport au coût de revient on va calculer la marge bénéficiaire unitaire, on va calculer le prix de vente unitaire bien sûr, bien sûr. donc marge bénéficiaire, je n'ai formule Marge bénéficiaire. Marge bénéficiaire, il tout simplement. Donc, la marge bénéficiaire, nous avons marge bénéficiaire. La marge, marge bénéficiaire, uh, tout simplement résultat. tout simplement, résultat unitaire. Marge bénéficiaire unitaire. مثل تو سامبلومون ريزولتا اونيتير زادا دونك هي اتيكال مارج بينيفيسيير اونيتير هي اتيكال بري دو فونت اونيتير نحيو منو الكو دريفيان اونيتير الكو دريفيان اونيتير باهي هو عطانا التو دو مارج هنا عطانا لهنا مارج بينيفيسيير دونك التو دو مارج هو شنو شنو هو التو دو مارج هذوما كيلكو فورمول يعاونوكم بيان سور تو ذا مارج هو ايتيغال مارج مارج بينيفيسير هو ايتيغال مارج بينيفيسير نقسموها على شنو نقسموها على الكود ريفيان نقسموها على الكود ريفيان هذوما الاولاد دي فورميولا هذوما فورميول دي فورمول باش تخدموا بهم نتوما هذوكم دي فورمول باش يعاونوكم في الخدمه بيان سير. ناه شان دينا لهنا عندي تود مارش قداش تود مارش تود مارش 25% 25% هو ايتيكال ب دونك تود تود مارج ايغال 0.25 أه. شن طلا انش قالوها قالك اعطيني المارج بينيفيسير اونيتي دونك شن انا ان المارج بينيفيسير اونيتي هذا عندي الكود ريفيان عندي الاولاده هنا Euh, الكود ريفيان اللي هو 60 عندنا بيان سور الكود ريفيان اللي هو euh, 60 دونك جو بو ديترميني فاسيلمون لا مارج بينيفيسير نجم بيان سور euh, نخرج هنا فاسيلمون المارج بينيفيسير المارج بينيفيسير هي باش تكون ايغال 60.025 ايغال 15 راني اللايف هذا مهم برشا تيتكم برشا فورميليتي الولاد ان شاء الله تكونوا قاعدين تخرجوا فيهم المارج بينيفيسير باش تكون ايجال 15 طبق القاعده ما فيها شيء راه عندك تود مارج عندك مارج بينيفيسير وسير للكود روفيان دونك باش تعمل تو تعوض وطلع المارج بينيفيسير هذا مارج بينيفيسير يونيتير مارج بينيفيسير يونيتير بالنسبه للبريد دو فونت يونيتي بالنسبه للبريد فونت يونيتي نستعمل بريد فونت يونيتير نعرفوا احنا انه البري دو فونت هو الكود ريفيان يونيتير بلس المارج بينيفيسير معناتها عندنا الكود ريفيان يونيتير اللي هو 60 هو الكود ريفيان يونيتير 60 بلس 15 ايجال 75 هذاك البري دو فونت يونيتير ولا تنجم حتى تخرجها من الفورمول نتاع تو دو, دو مارج. نجم حتى تخرجها انا هنا من الفورمول نتاع تو دو, دو مارج علاش خاطر المارج بينيفيسير هو شنو هو البري دو فونت مو الكود ريفيان نجم تخرجها سوا ديريكتومون لهنا بالبلس

Parce de revient, prix de solon chenua, solon le, de revient. le prix de vente. Selon Selon le coût de revient. On le prix de vente en général selon le coût. Selon le coût, le coût de revient. Donc héna, le critère utilisé pour fixer le fixe, prix de vente selon le coût. Selon le coût le de revient. je entre parenthèses صون لو كو اللي هو لابينسيور الكود دو روفيان باش قال بعد هنا انيميري لي زاتر كريتير دي فيكساسيون دو بري دو فونت شماني كريتير فيكسي لي بري دو فونت حسب شنو هو انت باش تفيكسي السوم اللي باش تبيع بيه حسب شنو حسب الطلب حسب الديموند اللي موجوده عندك انت لهنا كيفاش تراه اكثر ديموند على البرودوي نجم

دو كونكورونس كونكورونس اللي موجوده في في المارشي وحسب وحسب زاد راه هو نجم نقولوا حتى العوامل العوامل الاقتصاديه زاد راه نجم تنجم تكون البلاد بار اكزومبل تمر بين كريز ايكونوميك ولا تنجم حتى تمر بظرف خاص كيما البريود نتاع الكوفيد بار اكزومبل تنجم تقول راهو عادي تنجم تقول حتى سلون سلون لا في ايكونوميك سلون لا في ايكونوميك دو بيي معناتها الحياة الاقتصادية نتاع البلاد معناتها اون جينيرال اذا كان احنا اون بريود دانفلاسيون في لي بري وكل شيء بيان سور شي اثر اوتوماتيكمون على الفيكساسيون دي بريم تاع لونتربريز اذا كان احنا في في كورونا في كوفيد في حاجه فما معناتها حاجه فما معناتها كيما نقولوا حاجه سبيسيال معناتها صايره دونك حتى الحاجات الاخرى معناتها ابار هذوما لو دوموند والكونكورونس وكل يأثروا جد يأثروا زاد على على لونتربريز باه لا علينا فيه هذايا باسون مانتنو ا بوتي بي Pour être, pour être éclairé sur le prix d'acceptabilité, je prix d'acceptabilité. Monsieur Mohamed a effectué une enquête auprès de 800 consommateurs potentiels et obtenu le résultat suivant. Les acheteurs potentiels, potentiels, de la clientèle clients qui ont donc plus de vente TTC. qui on dit plus de vente TTC, on a plus de vente en TVA. zidou TVA, 19%. On a plus de vente TTC on a le prix de vente hors taxes fois 1,29 déterminer le prix psychologique. déterminer le prix psychologique. c'est quoi un prix psychologique? je nous prenons le prix psychologique, ou bien le prix d'acceptabilité, prix psychologique, ou bien le prix euh, d'acceptabilité le prix d'acceptabilité le prix psychologique c'est le prix accepté par le plus grand nombre des acheteurs potentiels c'est le prix accepté par les clients potentiels de l'entreprise de le définition de prix psychologique c'est le prix accepté par le plus grand nombre des acheteurs potentiels On le cotine le prix psychologique en ttc

Euh, 150 c'est le prix psychologique car tout simplement il est accepté car il est accepté par le plus grand nombre Il est accepté par le plus grand nombre des acheteurs potentiels des acheteurs Des acheteurs potentiels. Les acheteurs potentiels sont les clients fidèles qui sont dans l'entreprise. cas avons fait un choix. Nous avons Les acheteurs potentiels. Deuxièmement, déterminer le prix de vente public hors TVA. Sachant que le taux de TVA est 19%, le de 19%. Nous un prix.

On obtient 85 dinars en principe. On obtient normalement 85 dinars. On obtient, On obtient 85 dinars. Le prix psychologique, comme ça, l'activité à le prix psychologique. On a fait un tableau. Les acheteurs potentiels, les clients, les clients fidèles, c'est mieux en général que les تشوف انت اكبر نمبر في الكليون بوتونسييل من 422 دونك البري المتوافقين عليها ما بيت الكليون هو 101.150 وهلا دونك هذا هو بالنسبه لللايف نتاع اليوم ما تنساوش ديما باش تبعوا الباج ان شاء الله فما دي لايف اخرين في قادم الايامات ان شاء الله تكون عجبتكم الحصه كيما العاده ان شاء الله تكون الاستفاده موجوده من المحتوى اللي قاعد نقدم فيه خليكم الاولاد بون ريفيزيون ان شاء الله بالنجاح ناسكم باي باي